فانت ان شاء الله لما هتبدا يعني بعد المحاضره ان شاء الله بتاعت النهارده هتقدر تحول الاكسل الى اس بي اس اس، تمام؟ عشان بعد كده كل حاجه انا بعملها في المحاضره بنفذها بالكامل على السوفت وير، تمام؟ مش هنحل بايدي اي حاجه، يعني كل حاجه هنحلها على السوفت وير. السوفت وير يعني حاجه جميله جدا هتشوفوه ان شاء الله، هيعجبكم يعني لو انت غاوي الحاجات دي، هيفيدك في شغلك جدا وهيفيدك في الدراسه. يعني في الام بي هيطلب منك بعد كده بروجكتس في مواد التخصص كلها تتعمل على السوفت وير، هتحتاج انك انت تشتغل عليه. اوكي، فده بالنسبه للاساينمنت. فهو المطلوب مننا المفروض تشتغل اول باول، يعني كل محاضره نخلصها اللي انا خدته وتروح تنفذه على الايه، على الداتا، تمام؟ هي الداتا كلهم بيبداوا من الاول، يعني داتا سيت 1 بتبدا من اول المنهج لغايه حته معينه، داتا سيت 2 بتبدا من الاول برضو بس لغايه حته بعدها بشويه، داتا سيت 3 من الاول لغايه الايه، بعدها بشويه، داتا سيت 4 من الاول للاخر. اوكي، فهتلاقي نفسك الحاجه الواحده بتعملها ايه، اكتر من مره على داتا مختلفه، تمام؟ يعني تشكيل الداتا مختلفه زي ما انت شايف. فهتلاقي نفسك بتعمل تريننج كتير على السوفت وير. فده بالنسبه لي الاساينمنتس. وطبعا الاساينمنت احنا بنسلمها في الاخر سوفت كوبي، كل حاجه سوفت كوبي ما عدا بس داتا سيت 4 هي اللي بتطبع، يعني 1 و 2 و 3 مش هنطبعهم، هتسلموا سوفت كوبي. داتا سيت 4 هي اللي هتتسلم سوفت كوبي وهارد كوبي، خلاص. فده بالنسبه للتسليم. الفايلات اللي فوق دي البي دي اف، دول مجموعه، ده مانوال للسوفت وير، ده بقى مانوال بيعلمك السوفت وير نفسه، ده وده، هم دول التو مانوالز اللي انا هعتمد عليهم. الجدول ده تيبل كده بيبين السامبل سايز، هبتكلم عنه بعد شويه. ودول برضو مانوالز سهله شويه كده ايه، فجبتهم. يعني دي مش، ده كتاب حد مؤلفه بس بيشرح الاسباسس، لكن دي المانوال اللي عاملاه الشركه نفسها، يعني دول كده الاثنين دول، دي المانوالز اللي ايه، اللي الشركه عاملاهم. لكن ده كتاب، ده شابتر، وده بقيه الكتاب اساس فور بيجينر. هو كتاب سهل وبسيط، حد عامله يعني بيشرح السوفت وير بتاع الاس بي اس اس وازاي بتعمل الستاتستيكال اناليسيز عليه، تمام؟ اول فولدر ده، اول فايل اللي هو التست اوف ديفرنسز، دي تستات احنا ان شاء الله هندرسها متلخصه كده ايه، في رسمه معموله على بي دي اف، دي هنبقى ندرسها يعني بالتفصيل. كل حاجه من دي هتتشرح ان شاء الله وهنشوفها ازاي بتتعمل على الاس بي اس اس. فهو رسمه مجرد بس بتلخص لي الموضوع يعني. فدي كده الايه، الكونتنتس اللي احنا ان شاء الله هنشتغل عليها. اوكي، انا هبدا دلوقتي بالشابتر بتاع الانترودكشن، ده مجرد شابتر ثيري كده، بنعرف الاستاتستيك شويه ديفينيشنز وشويه ترمينولوجيز. بعد ما اخلص الشابتر ده ان شاء الله هبدا اديكم ديمو عن السوفت وير، نشوف السوفت وير ده بنتعامل معاه ازاي والكلام ده كده، بحيث بعد كده ابدا هخش بقى في شابتر 2، يبدا في جزء بقى عملي، هبدا على طول اطبقه على السوفت وير. يكون احنا خلاص فهمنا السوفت وير بيشتغل ازاي وبنتعامل معاه ازاي، فهيبقى الموضوع سهل. والميزه ان انا دلوقتي في سوفت وير انا مشغله بيسجل اللي انا بقوله ده، يعني الصوت متسجل وكل اللي انا بعمله على الشاشه هتشوفه. يعني انا على السوفت وير بخش هنا هتلاقي ايه، الماوس بيتحرك كانه ايه، ديمو كده قدام، بحيث بيبقى اسهل وانت بتراجع وانت بتذاكر. اوكي، هو انا مسجل كل المحاضرات بس ما عدا اول تو شابترز، فانا بس هسجلهم لكم، هسجلهم معاكم وبعد كده هدي لك كله على بعض. هو كله موجود بس محتاج بس حوالي يعني 8 جيجا، انا ما اقدرش احطهم عشان هياخدوا وقت طويل النهارده، فخليني المره اللي جايه ان شاء الله هديك الفولدر ده متسجل فيه كل المحاضرات بس بعد ما نخلص ايه الشابتر بتاع الانترودكشن والديسكريبتيف. دي واللي جاي، دول اللي مش متسجلين، لان انا ما كنتش لسه جبت السوفت وير، فاول ما بدات جبت السوفت وير بدات اسجل، القديم ما كانش متسجل، فانت اول دفعه ايه هنسجل معاها اول ايه محاضرتين ثلاثه، بعد كده يبقى عندك كل المحاضرات متسجله فيديو، هتشوف الكلام ده. اوكي، فده بيسهل قوي موضوع المذاكره، تقدر ترجع له في اي وقت. هي الشابترز زي ما احنا شايفين
شابتر 1 زي ما قلت ده انترودكشن تمام، وبعدين شابتر 2 ده انا ملخص فيه كورس ستاتستكس كامل عن الديسكريبتيف ستاتستكس. يعني ده شابتر 2 ده طويل قوي، ده عباره عن المفروض اللي الجيل جاي عارفه، يعني ده المفروض ان انت درسه في مرحله البكالوريوس كليفل ستاتستكس يعني. واحنا المفروض شغل الماجستير بيبدا من ايه؟ من شابتر 3، لكن انا طبعا بشرحه بالتفصيل برضه عشان دي البيز اللي احنا هنبني عليها بقيه الشغل اللي احنا هنستخدمه ان شاء الله. فتلاقينا هنطول شويه في شابتر 2 ده، يمكن هياخد مننا محاضرتين غير النهارده كمان تمام، وبعد كده بقيه المحاضرات هيبقى على بقيه الايه الشابترز كلها باذن الله. طيب هنبدا بالانترودكشن. هو الشابتر ده مجرد زي ثيوريتيكال باك جراوند كده عن الستاتستكس، هنغطي فيها شويه حاجات، يعني هندي انتدكشن عن الفيلد وازاي بستخدم الستاتستكس في الابلايد ريل بروبلمز، وهندي شويه ديفينيشنز زي البوبليشن يعني ايه سامبل، يعني ايه فاريبل، يعني ايه ديسكريبتيف ستاتستكس، يعني ايه انفرنشال، وشويه مصطلحات كده هنتكلم فيها في الشابتر ده. هو في البداية طبعا بنعرف الستاتستكس كساينس. طبعا كلمة الستاتستكس لما بتدور عليها في القاموس هتلاقي ليها معاني كتيرة، معناها أرقام، معناها إحصائيات، لكن هنا نقصد بكلمة الستاتستكس هنا هو علم الإيه؟ علم الإحصاء تمام؟ يعني هنا الستاتستكس كساينس، عشان كده بتقول الستاتستكس is the science of إيه؟ of data، يعني ده الساينس اللي بيتعامل مع الإيه؟ مع الداتا. طب الساينس اللي بيتعامل مع الداتا ده احنا دايما بنقسم الساينس بتاع الستاتستكس الى فرعين يا جماعه، يا اما ديسكريبتيف ستاتستكس يا اما انفرنشال ستاتستكس. الديسكريبتيف ستاتستكس ودي دايما بتبقى المرحله الاولى من اي ستاتستكال اناليسيس بتعمله، الاول لازم استخدم الديسكريبتيف ستاتستكس عشان مجرد اوصف الداتا اللي عندي. طب الديسكريبتيف ستاتستكس ده بيبدا بايه؟ بيبدا ابتداء من هاو تو كولكت الداتا، هقول لك ازاي بنجمع الداتا، هاو تو كلاسيفاي، هاو تو سمرايز، هاو تو اورجنايز. يعني الاربع حاجات دول اللي هي الكوليكشن اوف داتا والسمرايزيشن اوف داتا والكلاسيفيكيشن اوف داتا والاورجنايزيشن اوف داتا، هو ده علم الديسكريبتيف ستاتستكس اللي احنا ملخصينه في شابتر 2 كله. طب الديسكريبتيف ستاتستكس ده عشان يتم بيتم من خلال ثلاثه تولز هندرسهم. هندرس تيبلز، ثلاث انواع كده من التيبلز المختلفه هندرسها، هندرس الجرافز وهندرس النيوميريكال ميجرز. يعني التيبلز مثلا هدي لك حاجه بنسميها الفريكوانسي تيبل، حاجه بنسميها الكروس تابس، وحاجه بنسميها الكاستم تيبل. دول ثلاث انواع من التيبلز موجودين على الاسب اساس، انا بستخدمهم عشان اعمل سمرايزيشن للداتا. انت عندك داتا كتيره وعايز تحولها من رو داتا الى انفورميشن تفيدك بعد كده في عمليه الديسيشن ميكنج، يبقى انا بعمل لها سمرايزيشن، بعمل لها اورجنايزيشن، بعمل لها كلاسيفيكيشن من خلال التيبلز. هنشوف التيبلز دي بتتعمل ازاي. برضو ممكن ان انا اسمرايز الداتا بشكل جراف تمام، ان انا مثلا الجرافس مثلا ان شاء الله هندرس ست انواع من الجرافس، هندرس حاجه اسمها البار تشارت والباي تشارت والتريت دياجرام، وهندرس حاجه اسمها ستيم اند ليف والدوت بلوت والهيستوجرام. دول ست انواع من الجرافس هنتعلمهم ازاي بيتعاملوا وكل واحد بيستخدم في الست انواع من الجرافس دول. ثلاثه منهم هندرسهم للكواليتاتيف داتا، وثلاثه منهم هندرسهم مع الكوانتيتيف داتا تمام. ده التول الايه الثانيه، يبقى قلنا التيبلز والجرافز. التول الثالثه اللي بنستخدمها عشان نديسكرايب اي داتا كتول من ادوات الديسكريبتيف ستاتستكس اللي هي النيوميريكال ميجرز، ان انا ممكن الخص الداتا دي بشكل ميجر زي الافريج والستاندرد ديفيجن والحاجات دي. فانا الميجرز نفسها ان شاء الله هقسمهم الى ثلاث انواع. هندرس حاجه اسمها الميجرز اوف سنترال تندنسي، زي المين، زي الميديان، زي المود، زي الجيومتريك مين والهارمونيك مين. وهندرس ميجرز بنسميها الميجرز اوف ديسبيرشن زي الفاريانس والستاندرد ديفيجن والرينج. وهندرس ميجرز بنسميها الميجرز اوف ديستريبيوشن زي السكيونس وزي الكورتوسس. كل ده انا مجرد بس بستخدمه عشان مجرد ان انا اوصف الداتا اللي قدامي.
بدل ما هي رو داتا كده كتير، لا انا ممكن اسمرايز الكلام ده يا اما من خلال التيبلز او النيوميريكال ميجرز او من خلال الجرافس. دي التولز بتاعت الديسكريبتيف اسيس. ده الفرع الاولاني اللي هو المسؤول عن الاربع حاجات اللي أو المفروض يبقى الكورس بتاعي مركز على الحته دي فقط لا غير، لكن طبعا لازم اعدي شويه على الجزء بتاع الديسكريبتيف. فانا ان شاء الله هلخصه في 3 محاضرات تمام، وبقيت عندنا 7 محاضرات بقى تانيين هيبقى كلهم عباره عن الانفرنس اسيس. يلا كده هنتكلم فيها تمام. طب يبقى انا من خلال الكلام ده زي ما تقول الستاتستكس سايتس نسموه إليه Descriptive Statistics أو Inference Statistics. إذا قلنا Descriptive Statistics هنتعلم فيها How to collect the data, How to summarize the data, How to classify, How to organize. لكن Inferential Statistics ده اللي أنا من خلاله هبدأ أعمل Statistical Analysis. الغرض طبعا من Statistical Analysis إن أنا بعمل Generalization من Sample على Interpretation Protocol زي ما هنتعلم إن شاء الله وإحنا شغالين. أوكي؟ هذه الديسكريبتيف ستاتستكس يبقى انا من خلال النيوميريكال ميجرز والجرافس والتيبل بقدر اسمرايز الداتا عشان اشوف الباترن اللي موجود في الداتا فين، الداتا بتزيد فين بتقل فين الكلام ده كله تمام. يعني مثلا هنرسم مثلا رسمه كده، من الرسمه دي هقول لك والله الداتا دي سكيوت ذا رايت سكيوت ذا ليفت، وليها كل حاجه ليها تفسير وليها معنى عشان اشوف الداتا متركزه فين. يعني مثلا عملت لكم امتحان، طب الدرجات معظمها عاليه ولا معظمها قليله ولا حوالين الافرج ولا شكلها ايه، مجرد رسمه صغيره اقدر اعرف الشكل عامل ايه بالظبط. يبقى الغرض هنا من الديسكريبتيف ستاتستكس ان انا مجرد بس ابص على الباترن بتاع الداتا، انا بوصف الداتا عشان اعرف الباترن بتاعها عامل ازاي تمام. ودي التول زي ما قلنا الافرج والرينج والفريكونسي وحاجات كتيره طبعا ايه هندرسها ان شاء الله بالتفصيل. الانفرنشال ستاتستكس بيبقى اللي احنا بنستخدمها في موضوع الديسيجن ميكنج، يعني دايما الديسيجنز كلها بيست على الانفرنشال ستاتستكس تمام. ان انا من خلال بقى الانفرنشال ستاتستكس اقدر اعمل استيميشن، اقدر اعمل ديسيجن، اقدر اعمل بريدكشنز تمام. هنتعلم طبعا الكلام ده. وازاي بقى بنعمل جنراليزيشن تمام من السامبل على الانفرنشال، يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت مثلا اديك مثال على الدواء، لما بيعملوا مثلا دواء جديد المفروض الدواء الجديد ده بيمر بعدة مراحل في الاول، اللي هي الكلينيكال كانت استادي بتتم في الاول، واخر مرحله بعد ما خلاص الدواء اثبت نجاحه لازم تعمل ستاتستيكال استادي، دراسه احصائيه. ايه بقى دورها دي؟ دورها ان انا بعمل جنراليزيشن للريزلتس اللي انا حصلت عليها من السامبل اللي انا جربت عليها الدواء على مستوى الابلكيشن كله. يعني مثلا انت نفترض الدواء ده بيعالج الضغط تمام، فالمفروض الدواء نازل عشان يعالج الضغط عند كل الناس تمام. لكن انت استحاله هتقدر تعمل الاكسبيرمنت دي على كل الناس اللي عندها الضغط، فاحنا بنرجع ناخد ايه سامبل وابدا اشتغل على السامبل دي واعمل الكلينيكال ترايلز اكتر من مرحله وكلام من ده لغايه ما يقتنعوا ان الدواء فعلا بيجيب نتيجه. قبل بقى ما الدواء ده نعمل له بابلش وينزل في السوق لازم نعمل بقى ليه الاستاتستيكال استادي. دورها ايه؟ دورها بيبدا يعمم لي النتيجه من السامبل اللي انت جربت عليها على مستوى البوبليشن كتول. يعني ممكن الدواء يجيب نتيجه كويسه على مستوى السامبل، لكن ستاتستيكال وايز يفضل لك ان ده ينفع ينزل السوق، انه شاف ان النتيجه اللي حصلت على السامبل دي ما اقدرش اعمل لها جنراليزيشن على مستوى البوبليشن كتول. مين اللي هيقول الكلام ده؟ هو ايه؟ طبعا برضه ليها تولز زي الهايبوثيسيس تيستنج والريجريشن اناليسيز والتايم سيريز والكورليشن، هنقعد ندرس ان شاء الله الحاجات دي بالتفصيل. فهمنا كده احنا داخلين على ايه؟ هو الحاجات دي سهله؟ ها؟ هتشوف
لحظة بس الانتروداكشن دي وبعدين هقول لك هنستفيد منه ايه. اوكي يعني انا زي ما قلت الشابتر ده كله شويه ترمينولوجيز بس ايه نعرفها عشان نبقى عارفين احنا بنتكلم فيه. تمام. تاني حاجه بنحب نعرفها هي الاكسبيرمنتال يونت. الاكسبيرمنتال يونت او ساعات بنسميها اليونت اوف اناليسيس. ايه بقى الاكسبيرمنتال يونت دي؟ الاكسبيرمنتال يونت هي دايما الاوبجكت اباوت ويتش وكولكت داتا. انت مثلا لو بتعمل دراسه على طلبه الاكاديميه يبقى الطالب بالنسبه لي هو الاكسبيرمنتال يونت. ليه؟ لان انت هتجمع الداتا عن الطلبه، اسم الطالب، تخصص الطالب، الدرجه بتاعت الطالب، التقدير بتاعه في البكالوريوس، كل دي بيانات عن الايه؟ عن الطلبه. يبقى انا في هذه الحاله بالنسبه لي هنا الطالب هو الاكسبيرمنتال يونت او بنسميه يونت اوف ايه؟ اوف اناليسيس. لو انا مثلا بعمل دراسه عن المدخنين في مصر يبقى بالنسبه لي الاكسبيرمنتال يونت هي المدخن. عمر المدخن، بيدخن كام سيجاره في اليوم، الجندر بتاعه ميل ولا في ميل، ساكن فين، بيقبض كام، بيشتغل ايه. يبقى دي كلها عباره عن داتا خاصه بالمدخن. بالنسبه لي المدخن هو ايه؟ الاكسبيرمنتال يونتس. فالاكسبيرمنتال يونت زي ما قلنا هي الاوبجكت اباوت ويتش وكولكت داتا. الاوبجكت ده ممكن يبقى شخص، لو انا بتكلم على طالب او موظف او تمام، ممكن يكون بلد. يعني انت مثلا داتا سيت 3 اللي انا قلت لك عليه، مش قلنا دي بيانات 29 دوله؟ يبقى فين الاكسبيرمنتال يونت هنا؟ الدوله. ليه؟ لان البيانات كلها خاصه بالدوله، مساحه الدوله، عدد سكان الدوله، الجروس دوميستيك برودكت بتاع الدوله اند سو اون. يبقى هنا الدوله بالنسبه لي الاكسبيرمنتال يونت او اليونت اوف اناليسيس. مثلا في داتا سيت 1، داتا سيت 1 بتتكلم على العملاء بتوع البنك. تمام؟ مثلا رصيد العميل في البنك بيعمل كام اي تي ام ترانزكشن في الشهر، بيستخدم المكنه بتاعت الاي تي ام عشان يتشيك ايه تاني غير سحب الفلوس والايداع والكلام ده كله. شويه معلومات عن الايه؟ عن العملاء. يبقى هنا بالنسبه لي العميل هو الاكسبيرمنتال يونت او اليونت اوف ايه؟ اوف اناليسيس. البيانات اللي هي بتتكلم على الانديه بتاعت نوادي الكوره اللي هي في النوادي بتاعت امريكا. هنا النادي بالنسبه لي التيم او الفريق هو بالنسبه لي هو ده الاكسبيرمنتال يونت. ليه؟ انك انت مجمع البيانات عن الفريق. تمام؟ اسم الفريق، حجم النادي بتاع الفريق، متوسط مرتبات الفريق. يبقى انت بتتكلم عن التيم هنا. يبقى التيم بالنسبه لي هو الايه؟ الاكسبيرمنتال يونت. فالاكسبيرمنتال يونت ممكن تبقى شخص، ممكن تبقى بليس مكان، ممكن تبقى اورجنايزيشن. تمام؟ اند سو اون. ممكن تبقى ايفنت، لو انت بتجمع بيانات عن ايفنتس معينه يبقى دي بنسميها ايه؟ اكسبيرمنتال يونت او يونت اوف اناليسيس. فلازم نبقى عارفين ايه اليونت اوف اناليسيس اللي انا بتكلم عنه. فهمنا كده معناها؟ تمام؟ البوبوليشن. البوبوليشن طبعا لو انت ترجمتها في القاموس هتلاقيها معناها عدد السكان. احنا هنا ما نقصدش بيها طبعا عن عدد السكان. البوبوليشن نقصد بيها هي السيت اوف اول اوبزرفيشن اوف ذا ستار. بس المثال اللي انا قلت لك عليه، لو انا مثلا بعمل دراسه عن المدخنين في مصر، تمام؟ بس عايز احسب متوسط عمر المدخن في مصر. اوكي؟ يبقى انا هنا بالنسبه لي مين البوبوليشن؟ البوبوليشن بالنسبه لي كل الايه؟ اللي بيدخنوا في مصر. طب افرض انا مصر بالنسبه لي الموضوع صعب. افرض انا في الاخر هطبق الدراسه دي على اسكندريه بس. اسكندريه دي هنسميها التارجت او التارجت بوبوليشن. ماشي يا جماعه؟ اسكندريه تبقى بالنسبه لي هي التارجت بوبوليشن. طب التارجت بوبوليشن اللي هو اسكندريه، اسكندريه فيها كام واحد بيدخن؟ ملايين ما تعدش. طب هل هتقدر توصل لكل الناس دي كلها؟ استحاله. عشان كده بنلجا للايه؟ السامبل. السامبل هي دايما سبسيت من البوبوليشن اللي انت عايز تدرسه. لكن انا في الاخر هو غرضي مش السامبل، انا غرضي البوبوليشن. طب لكن انا في الاخر مش هقدر احصر البوبوليشن كله لانه عدده دايما معظم الاحيان بيمشي انليمتد وان كاونت بيبقى عددهم كتير وما تقدرش توصل لهم وعايز وقت وفلوس و100,000 واحد يشتغلوا معاك عشان تدرس البوبوليشن. طب الحل ايه؟ ناخد سامبل. السامبل دي لازم تبقى ريبريزنتيف. فهي النتيجه اللي تطلع من السامبل دي بستخدم بقى الانفرنس ستاتستكس اللي هنتكلم عنها عشان اجنرالايز الريزلت بتاع السامبل على مستوى البوبوليشن كله. فهمنا يعني ايه البوبوليشن؟ اذا لو انا بعمل الدراسه بتاعتي على طلبه كليه الدراسات العليا يبقى كل الطلبه المقيده في كليه الدراسات العليا هم مين؟ البوبوليشن. وانا في الاخر خدتكم انتوا عشان اعمل عليكم الدراسه يبقى انتوا السامبل. تمام؟ الطلبه كلها هي دي. فهمنا كده يعني ايه البوبوليشن؟ تمام؟ البوبوليشن ممكن يبقى ليميتد، ممكن يبقى انليميتد، ممكن يبقى كاونتبل انكاونتبل حسب انت بتدرس. تمام؟ لو انا بدرس مثلا النمط الاستهلاكي لسلعه معينه في مصر يبقى مين البوبوليشن بتاعي؟ كل اللي بيستهلك هذه السلعه.
حتى تقدر توصل له استحاله. فهنا الاكوموليشن انليميتد وان كاونتد، تمام؟ لا اقدر اصوره ولا اقدر اعد. لكن افرض انا مثلا بعمل دراسه عن البنوك الحكوميه في مصر، مصر عدد البنوك الحكوميه كام بنك؟ 4 تقريبا، اسكندريه والقاهره والبنك الاهلي وكام بنك؟ اذا دول معدودين. تمام، يبقى هنا الاكوموليشن بالنسبه لي ليميتد. افرض انا بعمل دراسه عن السمك البوري اللي مش عارف اللي في البحر الاحمر مثلا فيه سمك بوري. يبقى هنا بالنسبه لي مين الاكوموليشن؟ كل السمك اللي من النوع ده اللي موجود في البحر. طب انت هتقدر توصل له استحاله. على اختار نجيب بقى 1000 سمكه ولا 100 سمكه نعمل عليهم الدراسه وعمم النتيجه على السمك كله اللي موجود في البحر من الايه؟ من الاهلي. هنا كده الفكره بتاعت تمام؟ طبعا لو كان حجم البوبليشن ليميتد بنركز ما يسمى بيه السنسز اللي هو الحصر الشامل. البوبليشن ليميتد تمام؟ الحصر الشامل بنسميه سنسز، يعني بتشتغل على البوبليشن ككل. لكن لو كان البوبليشن بالنسبه لي كبير وانليمتد او انكاونتبل، يبقى انت في هذه الحاله لازم تلجا للايه؟ للسامبل. تختار سامبل بطريقه معينه، هحكي لكم ازاي بتختار السامبلز دي بالتفصيل. فهمنا كده يا جماعه؟ اللي مش فاهم حاجه يسال عادي مفيش مشكله. تتكسفش يعني. اوكي؟ الفاريبل يعني ايه بقى فاريبل؟ الفاريبل هو عباره عن كاركترستيك او بروبرتي خاصه بايه؟ الاكسبيرمنتال يونت اللي انت بتجمع عنها الداتا. يعني مثلا احنا قلنا دلوقتي بالنسبه للداتا سيت 3 اللي هي بتتكلم عن الدول، اتفقنا ان الدوله الاكسبيرمنتال يونت. طب احنا هنجمع ايه عن الدوله؟ اسم الدوله ده فاريبل، ماشي يا جماعه؟ عدد سكان الدوله فاريبل، مساحه الدوله فاريبل، المتوسط داخل الفرد في الدوله فاريبل، اند سو اون. يبقى الفاريبل هو عباره عن كاركترستيك او بروبرتي ريليتد بالايه؟ بالاكسبيرمنتال يونت اللي انت بتجمع عنها الداتا. يعني لو انا بجمع بيانات عنكم، اسمك، الجي بي اي بتاعك، تمام؟ تخصصك، الكليه اللي انت بتخرج منها، الجامعه، اند سو اون، وظيفتك، القسم اللي بتشتغل فيه، الشركه اللي بتشتغل فيها، كل دي عباره عن فاريبل. سنك، عنوانك، تليفونك، تمام؟ الجندر بتاعك، كل دي عباره عن فاريبلز. فهمنا يعني ايه فاريبل؟ الفاريبل في الاسبيس اس ده هيبقى لنا هيبقى كولوم. يعني الكولوم في الاسبيس اس بيمثل ده. انت شفت الشاشه بتاعت الاسبيس لما اتفتحت؟ عباره عن زي الاكسل كده، جدول فيه روز وفيه كولوم. الكولوم هو الفاريبل. امال الرو هيبقى عباره عن ايه؟ الرو في الاسبيس اس بنسميه كيس. كيس يعني اوبزرفيشن او وان اكسبيرمنتال يونت. يعني مثلا لو انا جمعت بيانات عن 1000 طالب في الاكاديميه، يبقى هيبقى عندك 1000 رو. تمام؟ كل بروبرتي خاصه بالطالب هتبقى كولوم. اسم الطالب هيبقى فيه كولوم اسمه اسم الطالب، هيترص فيه اسامي الطلبه كلها. في كولوم اسمه عنوان الطلبه، يبقى كل عنوان الطلبه. في كولوم عمر الطالب، الجندر بتاع الطالب، عنوانه، الجي بي اي، وظيفته، الكلام ده كله. يبقى هنا كل فاريبل عباره عن كولوم، وكل كيس او كل ريكورد او كل سنجل يونت اوف اناليسيز دي بنسميها ايه؟ رو. الاس بي اس اس بيسمي الرو دايما كيس. تمام؟ يعني لو انا عندي 20 رو يبقى انا عندي 20 كيسز، فالكيس بالنسبه لي هي رو في الاس بي اس اس. والكولوم هنسميه فاريبل زي ما هنشوف واحنا ايه شغالين عليه ان شاء الله. فهمنا كده يعني ايه فاريبل؟ ماشي يا فاريبل بالنسبه لي هو اي كاركترستيك او بروبرتي خاص بيه بالانديفيديوال اكسبيرمنتال يونت او الانديفيديوال يونت اوف اناليسيس. تمام؟ فالفاريبل طبعا حسب طبيعه الفاريبل لما اعرفهم بعد شويه ان عندنا كذا نوع من الفاريبلز. السامبل زي ما اتفقنا هي سبسيت من البوبوليشن. يعني مثلا الشكل اللي احنا شايفينه قدامنا ده بيتكلم على البوبوليشن بتاع الفوترز بتوع امريكا اللي هم اللوحه الانتخابيه اللي هو معاه البطاقه الانتخابيه. دول عددهم في امريكا 140 مليون. تمام؟ يعني انت دايما بتشوف ايام الانتخابات الامريكيه قبل الانتخابات بفتره بيطلع لك النتيجه تقريبا. طب جاب النتيجه دي منين؟ من سامبلز. تمام؟ ان استحاله يقدر يوصل لل 140 مليون واحد دول في الشهرين او الثلاثه اللي قبل الانتخابات ويطلع لك النتيجه مسبقه اللي هي مبنيه على اناليس. امال هو بيعمل ايه؟ بياخد سامبل. بياخد سامبل من كل ولايه، تمام؟ وفي الاخر بيعمل اناليسز على السامبل دي، وبعدين جنرالايز الكلام ده على البوبليشن كله، وفي الاخر بيقول لك متوقع ان فلان يجيب 55% والتاني يطلع 45%. فده الشغل بتاع الايه؟ الانفرنس ستاتستكس اللي احنا بنتكلم عنه. يبقى فهمنا يعني ايه سامبل؟ السامبل هي دايما سبسيت من البوبليشن. يعني هي جزء من البوبليشن اللي انت هتعمل عليه الدراسه، وبعد كده بتعمم الريزلتس بتاعت السامبل دي على مستوى البوبليشن كله.
فهمنا الكلام. يبقى لما اجي اعمل بقى زي كومباريزون كده ما بين الديسكريبتيف ستاتستكس والديفرنشال ستاتستكس. بص كده في الديسكريبتيف ستاتستكس انا عندي البوبليشن او السامبل والانترست حسب انا الدراسه بتاعتي عن ايه. يبقى لو انا بعمل دراسه عن المدخنين في مصر يبقى انا بالنسبه لي البوبليشن هو كل اللي بيدخنوا في مصر. طب انا لو قدرت اجمع بيانات عن المدخنين كلهم يبقى انا عندي البوبليشن. ما قدرتش وخدت سامبل يبقى انا عندي الايه؟ السامبل. يبقى انا عندي السامبل او البوبليشن اوف انترست. بعد كده عندي one or more variables to be investigated. طب ال experimental units دول اللي انت جمعت عنهم الداتا هو انت انترستد في كل variables ولا في حاجه معينه؟ افرض انا مثلا عايز اشوف هل في significant difference ما بين الجي بي اي بتاع الميلز والفيميلز في الاكاديميه ولا لا؟ يبقى انت لما تيجي تجمع الداتا عن الطلبه ايه اللي انت محتاجه؟ محتاج الجندر والجي بي اي فقط لا غير. يبقى دي بنسميها الفاريبل بايه؟ وبانترست. تمام؟ لكن بقى اسم الطالب وسنه وعنوانه ده مش داخل في الدراسه. يبقى ده مش ايه؟ ماليش علاقه بيه. يبقى انا هنا الفاريبل انترست هي اللي داخله في الاناليسيز اللي انا عايز اعمله. فعشان كده دايما عندي وان اور مور فاريبلز تو بي انفستيجيتد. هي دي بنسميها الفاريبل اوف انترست. فهمنا كده؟ طيب. بعد كده ببدا استخدم الايه؟ التيبلز والجرافس والنيوميريكال ميجر. عشان ايه؟ عشان اوصف الداتا دي، عشان اشوف الباترن بتاع الداتا دي عامل ازاي. تمام؟ يعني هشوف الداتا دي متركزه فين، بتزيد فين، بتقل فين، متوسط الجي بي بتاع الميلز كام، متوسط الجي بي بتاع الفيميلز كام، الستاندرد ديفيجن كام، عدد الميل كام، عدد الفيميلز كام كده. تمام؟ يبقى انا بشوف ايه؟ كل اللي انا بشوفه ان انا خدت التيبلز والجرافس والنيوميريكال ميجرز تولز بتاعتي عشان اشوف الباترن اللي موجود في الداتا. وبينتهي دور الديسكريبتيف ستاتستكس على كده. لكن مفيش ديسيجنز بتبقى بيزد على الكلام ده. انا مجرد دي خطوه عشان المرحله اللي بعدها اللي هي مرحله الانفرنشال ستاتستكس. اذا دور الديسكريبتيف ستاتستكس بينتهي عند مجرد بس ان انا اشوف الباترن بتاع الداتا عامل ازاي. الداتا متركزه فين؟ بتزيد فين؟ عدد الميلز اكتر من الفيميلز؟ لا الافرج بتاع السامبل بتاع الميل اعلى من الفيميل؟ الكلام ده كله. لكن ما اقدرش ابني قرار. يعني هل مثلا لو انت على السامبل دي لقيت ان الافرج جي بي اي بتاع الميلز مثلا 3.5 والفيميل 3.4 ما اقدرش من السامبل اطلع بقرار ان ده اكتر من ده. هو ده اكتر من ده في السامبل بس. لكن تعالى بقى اعمم على مستوى البوبليشن. هل على مستوى البوبليشن السامبل بتسبورت ان فعلا الجي بي اي بتاع الميلز اعلى من الفيميل ولا ده العكس هو اللي صحيح ولا مفيش سيجنفكت ديفرنس ما بين الاثنين؟ اللي هيقول لي بقى الكلام ده هو ليه؟ الانفرنس ستاتستكس هو اللي هيقول لك الكلام ده. تمام؟ وبالتالي بناء عليها هاخد بقى القرار ان فعلا اطلع بكونكلوجن كده ان الافرج جي بي اي بتاع الميل اعلى او الفيميل اعلى او مفيش فرق ما بين الايه؟ ما بين الاثنين. ده هيبقى مبني على الانفرنشال ستاتستكس. في الانفرنشال ستاتستكس انا دايما انترستد فيها يا جماعه في البوبليشن. انا انترستد في البوبليشن. لو البوبليشن كان ليميتد زي ما اتفقنا بنعمل السنسس بقى اللي انا بشتغل على البوبليشن كله. لو ان ليميتد انا اخد سامبل وابدا ادرس السامبل اهو. برضه عندي وان اور مور فاريبلز تو بي انفستيجيتد حسب انت عايز تدرس ايه. خدنا السامبل من البوبليشن وابدا اعمل انفرنس اباوت البوبليشن من السامبل. ازاي؟ هنقعد بقى نتعلم ان شاء الله التولز دي هنقعد فيها 7 اسابيع كده نشوف ازاي بنعمل الكلام ده. اوكي؟ فدي كده زي مقارنه ما بين الديسكريبتيف ستاتستكس وما بين الانفرنشال ستاتستكس. الداتا اللي انت هتجمعها بقى اللي هي الفاريبلز بتاعتك دي دايما بنصنفها الى حاجتين. الداتا دايما يا اما كوانتيتيف يا اما كواليتيف. ماشي يا جماعه؟ طب ايه الفرق ما بين الكوانتيتيف داتا والكواليتيف داتا؟ الكوانتيتيف داتا لازم يبقى فيها صفتين. الصفه الاولى ان ليها نيوميريكال فاليوز اللي هي قيمه رقميه. الصفه الثانيه ان لازم يبقى لها يونت اوف ميجرمنتس. ماشي يا جماعه؟ زي السالري. السالري ده كوانتيتيف ولا كواليتيف؟ كوانتيتيف. ليه؟ لان له قيمه رقميه بتقبض 3000 جنيه. القيمه الرقميه هذه 3000 ويونت اوف ميجرمنت اللي هي الايه؟ الجنيه. يبقى لازم اي كوانتيتيف داتا لازم يبقى لها قيمه رقميه وليها يونت اوف ميجرمنتس. زي ايه مثلا؟ السالري، زي البرايس، زي الاريا، زي الديستانس. كل دي عباره عن كوانتيتيف. ليه؟ ليها قيمه رقميه وليها وحده قياس. المسافه بنقيسها بالكيلو، مش عارف المساحه بالكيلو متر مربع،
المرتب بالجنيه ولا بالدولار ولا بالاسترليني وهكذا. يبقى لازم الاقي ايه يونت اوف ميجرمنتس، دي بنسميها كلها ايه كوانتيتيف داتا. ومعظم الداتا ار كوانتيتيف، يعني معظم الداتا ار كوانتيتيف. عندنا اكزامبلز الايج، الجي بي اي، السالري، الكوست، الديماند، السبلاي، تمام، البرايس، الادفيرتايزنج كوست، كل ده عباره عن ايه كوانتيتيف داتا، ماشي؟ لان ايه، لان ليها قيمه رقميه وليها وحده قياس. الكواليتاتيف داتا بقى، الكواليتاتيف داتا بطبيعتها نون نيوميريك، يعني ما لهاش قيمه رقميه، ولو ليها قيمه رقميه ما لهاش يونت اوف ميجرمنتس، ماشي بقى؟ يعني الكواليتاتيف داتا بطبيعتها از نون نيوميريك، ما لهاش قيمه رقميه، لكن ساعات بيبقى لها قيمه رقميه، بس القيمه الرقميه هنا ما لهاش ايه يونت اوف ميجرمنتس. طب اكزامبلز زي ايه مثلا؟ الكواليتاتيف اللي هي النون نيوميريك زي جندر، ناشوناليتي، تمام، الميجر، الكليه اللي انت متخرج منها، التخصص بتاعك، المستوى التعليم، ابتدائي، اعداديه، دبلوم، ماجستير، بكالوريوس، دكتوراه، كل دي عباره عن كواليتاتيف داتا ما لهاش قيمه رقميه، مظبوط؟ طيب الكواليتاتيف داتا اللي ليها قيمه رقميه لازم زيرو يعني هو يعني مش لازم زيرو، رقم الموبايل، رقم الموبايل، زي مثلا السنه الدراسيه، انت في سنه ثانيه، ثانيه ايه، ثانيه وخلاص، اوكي، ملهاش يونت اوف ايه اوف ميجرمنتس، ساكن في الكامبس ولا بره الكامبس، الحاجات اللي هي ايه اللي ممكن يبقى لها قيم معينه لكن ملهاش يونت اوف ايه اوف ميجرمنتس. احنا في شغلنا على الاس بي اس اس كل الداتا هنحولها في الاخر الى النيوميريك، يعني كل الحاجات اللي هي الكواليتاتيف هعمل لها كودينج، تمام، يعني لما اجي ادخل الجندر مش هكتب ميله في ميل، هعمل له كود، هكود مثلا الميل 1 والفيميل 2، وهو اقول له 1 يعمل لي في ميل كده حسب ما انت ما هت ايه ما هتكون. هل الكودنج اللي انا عملته ده حول الجندر كده من كواليتاتيف الى كوانتيتيف؟ لا، ما زال كواليتاتيف، لان ال1 وال2 دول ما لهمش ايه؟ ما لهمش يونت اوف ميجرمنتس، ما لهمش وحده قياس، انت مجرد ده كود عشان تميز ما بين الاثنين. الكودنج هنتعلمه طبعا على الاس بي اس اس. بيفيدني في ايه الكودنج اللي انا هعمله ده يا جماعه؟ يعني ايه كل الكواليتاتيف داتا بعمل لها كودنج على الاس بي اس اس؟ زي الجندر، زي الابيتيشنال ليفل، لون الشعر، لون العين، كل ما هو الوظيفه الميجر، كل ده لازم في الاخر بحوله لاكواد. ليه؟ الكودنج ده له هدفين في الاس بي اس اس. الهدف الاولاني تسهيل ادخال البيانات. ليه؟ انا بدل ما اقعد اكتب له افرض انا مثلا بدخل تخصصاتكم هندسه، طب، تجاره، صيدله، الكلام ده كله. انا مجرد بس هكود مره واحده، الهندسه 1، الطب 2، صيدله 3، تجاره 4، كود ده. تيجي انت بعد كده وانت بتدخل الداتا تكتب له الكود، هو يكتب لك الايه؟ التخصص المناظر. يبقى انت كده سهلت ادخال البيانات. بعد ما اقعد اكتب بقى هندسه كل شويه، تكتب 1، تكتب 2، تكتب 3، خلاص على كده. وكمان هو بيطلع لك دروب داون منيوز بتختار منه. مش محتاج حتى تبقى حافظ الاكواد اللي انت عملتها ايه. خلاص كده؟ طيب هل معنى الكودنج ده هو حولها الى كوانتيتيف؟ لا، ما زالت كوانتيتيف. طب ايه الدور الثاني اللي بيقوم بيه الكودنج؟ الدور الثاني اما انت بتكود يبقى انت حولتها من حروف الى ارقام. تقدر بعد كده تدخلها في اي كوانتيتيف اناليس. يعني اقدر ادخل بقى الجندر في كوانتيتيف اناليس، ادخل الميجر في كوانتيتيف اناليس. لكن لو انت كنت بتتعامل معها لانها تكست، استحاله بقى هتعرف تدخلها في اي كوانتيتيف اناليس. فهمنا كده الفكره؟ يعني مثلا انا من شويه بقول لك لو انا عايز اعمل دراسه عشان اشوف هل في سيجنيفيكانت ديفرنس ما بين الجي بي اي بتاع الميلز والفيميلز، لو انت جيت عملت مع الجندر على انه سترينج تكست يعني، وكتبت ميل في ميل فين في ميل، مش هتعرف تجاوب على السؤال ده كده، مش هتعرف تعمل الاناليسيز على الاس بي اس اس. ليه؟ ان انا عشان اشوف في ديفرنس ولا لا مبنيه على حسابات وارقام، اما الاقي حروف مش هعرف يحصل. لكن لما انا هكودها بقى ده 1 وده 2، خلاص هتقدر تخش في معادلات وحسابات وكلام من ده والدنيا هتمشي. فهمنا الفكره؟ يبقى دي ميزه الكودنج، ان انا اقدر ادخل الكواليتاتيف فاريبلز في الكوانتيتيف اناليسيز اللي انت هتعمله. لو ما عملتش الكودنج ده، تمام، يبقى انت في هذه الحاله مش هتعرف تدخل اي كواليتيتيف داتا في اي كوانتيتيف اناليسيز. فهمنا كده فكره الكوانتيتيف والكواليتيتيف داتا؟ ماشي يا جماعه؟ طبعا الامثله برضو كتير على الكواليتيتيف. عندنا بقى الاديوكيشنال ليفل، عندنا الجندر، الادرس، تمام، النيم، كل ده عباره عن كواليتيتيف.
الجندر، الميجر، الوظيفة، الكلية، الشركة اللي تشتغل فيها، كل دي عبارة عن كواليتاتيف داتا. ماشي يا؟ طيب دلوقتي انت دايما تيجي تعمل اي ريسيرش، دايما الخطوة اللي انت دايما محتاجها ان لازم تجمع داتا، تمام؟ لان كل الاناليسز اللي انت هتعمله بيزد على داتا. طب الداتا دي هنجمعها ازاي؟ احنا دايما عندنا تو سورسز للداتا يا جماعه. سورس بنسميه السكندري سورسز والبرايمري سورس. ايه الفرق بين السكندري والبرايمري؟ انت دايما بتدور الاول على السكندري سورسز. السكندري سورسز نقصد بيها اللي هي الببلش داتا، يعني داتا اوريدي اكزيست مش محتاجه انك انت تعمل لها تولز عشان تجمعها، تمام؟ زي البيانات اللي بتنشرها البورصه والامم المتحده والوزارات المختلفه والبيانات اللي في النت واللي في الكتب، كل دي سكندري داتا، اللي هي الداتا اللي تلاقيها جاهزه وتستخدمها على طول. ماشي يا جماعه؟ سواء كانت موجوده بقى في شكل الكترونيك، موجوده في شكل كتاب، اي حاجه، يبقى دي اسمها سكندري سورسز. اي ببلش بقى على النت، ببلش في جورنال، ببلش في جريده، في كتاب، في شركه، في دليل الشركه، اي حاجه بنسميها دايما ايه؟ سكندري سورسز. ده فانت دايما لو انت بتيجي تجمع الداتا الاول هتشوف هي الداتا دي اوريدي جاهزه ولا مش جاهزه، تمام؟ افرض الداتا دي بقى مش موجوده، يبقى انت لازم تجمعها بالايه؟ بالبرايمري سورسز. ايه بقى البرايمري سورس او البرايمري داتا؟ البرايمري داتا هي الداتا اللي بتجمع لاول مره لغرض البحث ده. يبقى انت بقى لازم تعمل لها تولز معينه هتجمع بيها البرايمري داتا. طب ايه التولز بقى اللي بيستخدموها؟ عندنا حاجات كتير. اول حاجه الكوتشنير. عارفين الكوتشنير؟ تاني حاجه الانترفيو. ممكن انك انت تجمع بيانات من خلال الانترفيو، محادثه كده مع الناس. الانترفيو بقى يا اما بتبقى فيس تو فيس، يا اما بالتليفون، يا اما بالبريد، يا اما كونفرنس ميتنج. كل دي كل دي يعني تولز اعمل بيها الانترفيوز. او ممكن ان احنا نعمل فوكس جروب. الفوكس جروب هي انترفيو بس مع اكتر من شخص في نفس الوقت، عاده بيبقى عددهم من 6 الى 10. تقعد كده مع 6 نفر في قاعده واحده، تمام؟ انت بتقود القعده وتبدا بتوجه اسئله، وده يرد وده يرد على ده، وده يطلع بفكره وكلام من ده، يبقى دي بنسميها فوكس جروب. ممكن كمان البرايمري داتا دي نجمعها من خلال الاوبزرفيشن. تقف وتقيس، افرض انا عايز اقيس الويتنج تايم بتاع العميل في البنك، مش هتلاقي دي موجوده في اي كتاب ولا في اي حته، يبقى انت هتضطر تعمل ايه؟ هتقيسها بنفسك. هتجيب ستوب واتش، روح البنك وشوف الراجل ده دخل الساعه كام، تكتب عندك وهو طالع، تكتب وهو قاعد جوه البنك ايه؟ نص ساعه، ربع ساعه، اند سو اون، تمام؟ يبقى انت هنا بتكتب من خلال الاوبزرفيشن. زي في المستشفيات العيان، مش بتلاقي العيان عند السرير كده في ورقه بيكتبوا فيها الحراره والضغط، دي جمعها منين دي؟ هل لها جاهزه؟ لا، دي جمعها من الاوبزرفيشنز، ان هو بيشوف ويقيس وايه ويكتب الكلام ده. ممكن برضه نجمع البرايمري داتا انك تعمل اكسبيرمنت، تجربه، وتاخد النتائج بتاعت التجربه. فكل دي تولز بجمع بيها الايه؟ البرايمري سورس. فاحنا دايما الاول بندور على السكندري، الحاجه الجاهزه الاول. ما لقيتش الجاهز، لازم انت بقى تشوف التكنيك او التولز اللي انت هتستخدمها عشان تختار تجمع بيها الداتا. فطبعا الناس اللي بتعمل رسائل وكلام من ده لازم يجمع الداتا، سواء كانت بقى سكندري او برايمري، ولازم يقول الكلام ده جابه منين. فهمنا كده الفكره بتاعت الداتا بتتجمع ازاي؟ دي الببلشد سورسز، ايه دي؟ كل دي سكندري. الجورنال، نيوز بيبر، ماجازين، اللايف ويب سايتس. البرايمري داتا زي الديزاين اوف اكسبيرمنت، انك انت تعمل اكسبيرمنت. بس الببلشد داتا كمان في منها حاجات بتنتشر من خلال مراكز بحثيه زي اي طبعا بالفلوس، في حاجات بالفلوس. بس سكندري داتا ان هي تمام. السيرفي اللي هو التولز بتاعته الكوتشنير يعني، اوكي. الاوبزرفيشن، انك انت تشوف الحاجه وتكتب الخيط بتاعتها. طب يبقى دي المصدر بتاع الايه؟ الداتا. طب دلوقتي نفترض انت هتجمع الداتا مثلا من كوتشنير. يبقى انت الكوتشنير اللي انت هتعمله ده هتوزعه على ناس، هتوزعه على سامبل. طب ازاي هتختار السامبل دي؟ والسامبل سايز بتاعتك هتبقى قد ايه؟ السامبل سايز، في طبعا جدول اللي انا قلت لك عليه بتاع الوورد ده اهو. ده جدول بيستخدم عشان تحدد بيه السامبل سايز المناسبه للبوبليشن اللي انت بتدرسه. ادي اهو الجدول.
هتلاقي الجدول ده عباره عن تو كولمز. الكولوم الاولاني هيبقى البوبليشن سايز والكولوم الثاني هيبقى السامبل سايز. ادي الان هي البوبليشن سايز والاس هي السامبل سايز. طبعا هنا السامبل سايز دي ليها معادله بتتحسب بيها، دي طبعا محسوبه عند ايرور 5%، يعني الايرور بتاعنا بيبقى 5%، يعني عندك كونفيدنس ليفل 95%. بص كده السامبل سايز عامل ازاي. لو كان البوبليشن 10 يبقى انت السامبل بتاعتك 10، لو كان 15 يبقى انت مينيمم 14. هو ده خلي بالك ده المينيمم سامبل سايز، ده المينيمم سامبل سايز. يعني لما يبقى البوبليشن 15 والمينيمم 14 ما تاخدهم كله، ما تاخد 15 كلها، تمام؟ فهتلاقي في حاله حجم البوبليشن الصغير هتلاقي السامبل قريبه جدا من الايه؟ من البوبليشن. ان دايما يفضل في السمول بوبليشن ان انا اعمل سنسز اللي احنا قلنا عليها قبل كده، اللي هو حصر شامل لكل الاوبزرفيشنز بتاعت الايه؟ البوبليشن ككل. لكن لما امشي بقى، بص بقى تعالى بقى روح على الناحيه الثانيه هنا، لو حجم البوبليشن 1200 تمام؟ الريبريزنتيف سامبل بتاعتك المينيمم بتاعها 291. فعشان كده لازم تتخطى المينيمم عشان ما ايه؟ ما فيش حد بقى ايه؟ لو في مناقشه او في حاجه ما تتعرضش لاي ايه؟ هجوم ولا اي انتقاد. له معادله محسوبه. يعني له معادله في ويب سايت على النت على فكره اسمه surveysystem.com. surveysystem.com في حاجه اسمها sample size calculator. surveysystem.com هتلاقي في حاجه اسمها sample size calculator، بيطلع لك شاشه كده بيطلب منك البوبليشن سايز بتاعك كام والكونفيدنس انترفال اللي انت هتشتغل عليها دي 95 ولا 99، تدوس على كالكوليت يروح يطبق المعادله ويطلع لك قيمه الايه؟ السامبل سايز. يعني انت لو ضربت على الجدول ده هتلاقي كل القيم دي تطلع صح، تمام؟ لان هي محسوبه من نفس الايه؟ المعادله. انزل بقى على اللارج بوبليشنز. اللارج بوبليشنز بقى اللي هي بقى الانكاونتبل، اي حاجه فوق المليون. بص كده لو البوبليشن بتاعك وصل لمليون، بص حجم السامبل قد ايه؟ 384 فرد، مش 384000، 384 فقط لا غير، ده المينيمم سامبل سايز. فانت لازم تتخطى الرقم ده بقى باي حال من الاحوال، لازم تعمل المينيمم نمبر المفروض اللي انا اعمل عليها السامبل بالظبط، عشان تقدر تعمم النتيجه بقى من ال 384 دول على المليون كله. ده مليون، هو ده المينيمم خلاص. ما بص انت بص من 75000 للمليون فرق قد ايه؟ نفرين. يعني بص في حاله ال 75000 المينيمم سامبل سايز 382، في حاله المليون 384، طب في حاله 10 مليون هتفرق ايه؟ 2 3. فاحنا دايما ايه؟ بنتعدي الرقم ده. انا مثلا عندي بتاع 15 واحد مثلا بشرف عليهم في الدكتوراه، فدايما بقول له ايه؟ جيب 400 500 وانت طالع، ما تقلش عن كده طالما انت بتتكلم في لارج بوبليشنز، تمام؟ فلازم يجيب مينيمم كده. يعني مينيمم يعني لو 400 ده قليل، لازم نعدي ال 400 بشويه عشان انت ايه تخطيت الايه؟ المينيمم سامبلز. فانت كل اثنين تقريبا بمليون زياده، تمام؟ فاهمين الفكره؟ فعشان كده بنقول ان جنرالي لو كان حجم البوبليشن كبير كبير يعني اكثر من مليون، المينيمم سامبل سايز 384، لازم تتخطى بقى انت ال 384. فانت لو بتجمع البيانات دي من الكوتشينير هتوزع كام واحد؟ لو انا عايز اوصل ل 500 على الاقل 800، على الاقل 800 كوتشنير توزعهم عشان في الاخر توصل ليه؟ ل 450. ليه؟ ان اولا السبونسر ريت دايما مش عالي، يعني انت مثلا وزعت 800 هيترد لك منهم 600، ال 600 دول هنفرطهم هتلاقي فيه 200 منهم غلط، رست في الاخر على 400 اللي انت ايه؟ اللي انت عايزه، تمام؟ فانت دايما بنوزع كميات كبيره عشان يرجع لي ايه؟ لان دايما ايه؟ لما بنيجي نعمل ديزاين للكوتشينير دايما يفضل نحط فيه حاجه اسمها ريسيرش ريفرس كويشنز. الريفرس كويشنز ده عشان يبين هو اللي مال الكوتشينير ده بيقرا ولا بجد ولا ولا بيقراش. يعني ايه ريفرس كويشنز؟ يعني تساله سؤال في حته المفروض تبقى اجابته بالنفي، وتساله نفس السؤال بس بطريقه ثانيه المفروض عشان يجاوب نفس الاجابه تبقى الايه؟ الاجابه بالايه؟ بالايجاب. اللي ما بيقراش هيجاوب الاثنين زي بعض. تعرف ان لو قراش تاخد غير مين. ماشي بقى؟ فعشان كده لازم ايه؟ زي ما قلت لك ال 600 اللي رجعوا من ال 800 هتلاقي في 200 منهم ما قروش. ترس في الاخر على ال 400 اللي انت عايزه. فهمنا كده القصه دي؟ فده جدول دايما بنستخدمه عشان نحدد بيه المينيمم سامبل سايز
الجدول ده محسوب من معادله، المعادله دي موجوده في كتب الريسيرش ميثودولوجي، هتلاقي فيه كده سيكشن كامل بيتكلم على السامبل سايز، ازاي تحسب السامبل سايز. تمام، والكلام ده محسوب عند كونفيدنس انترفال 95%. طب لو انت عايز بقى اكيوريسي اعلى، عارف انت لو غيرت بس الكونفيدنس انترفال دي من 95 ل 99 السامبل سايز هتزيد ايه؟ الاف مؤلفه، يعني 384 دي تبقى 380,000 عشان تزود بس اكيوريسي 4%. مش مستاهلين، خلينا 95% ونشتغل على 384 بدل ما تخليها 99 وتشتغل على 350,000. شوف بقى تقعد تجمعهم في قد ايه وتعمل لهم اناليسيس في قد ايه، يعني عايز لك 5 سنين. لا 5 سنين ماشي، بتدفع على 5 سنين ممكن تسيبهم الورثه بالظبط. يعني الراجل اللي اخترع الريجريشن اناليسيس كان عامل السامبل سنة 1890، ده اللي بدأ موضوع الريجريشن، كان اسمه جالتو. تمام، كان الدراسة بتاعته كان بيقيس العلاقة ما بين أطوال الآباء ومتوسط أطوال أبناء، فكانت العينة بتاعته 1000 أسرة، كان بيعدي كده على 1000 بيت يقيس الأب طوله قد إيه ويقيس العيال ومتوسط طول العيلة دي، ويجيب علاقة ما بين متوسط طول الآباء والأبناء. ماتوا ما كملش ده الألف، فكمل بقى فكمل بقى مكانه تلميذه بقى اسمه واحد اسمه كارل بيرسون كده، اللي هو عامل الكورليشن كوفيشنت اللي احنا هندرسه، هو اللي كمل بقى ليه الموضوع ده 1000، فبلغ بقى 350,000. اوكي، فالموضوع دايما بنكتفي يا جماعه اكيورسي او كونفيدنس 95% از اوكي فور ريسيرش. تمام، يعني دايما بنشتغل على 95% في الريسيرش از اوكي. فانت دايما لما يجي بس يعملوا دراسه على دواء، تمام، كحجم السامبل مش هيقدر ينفذ الاكثر من كده، ده بتبقى اقل من كده كمان. عاده الكلينيكال ستادي بتتم على 100 على 150 مش اكتر من كده. تمام، يعني 384 ده كتير، فهمنا الفكره؟ طيب خلاص، طب انا حددت بقى السامبل سايز، ازاي بقى هختار السامبل دي؟ ازاي هتختار السامبل؟ يعني عشان نختار السامبل اللي بتريبريزنت البوبليشن، دايما عندنا يا جماعه في تو تكنيكس للسامبلنج، في تو تكنيكس للسامبلنج. سامبلنج، كلمه سامبلنج هي البروسيس اللي انت من خلالها تختار الايه السامبل. مش احنا قلنا خلاص السامبل 384، يعني قلنا هنجيب 400، طب هتختار 400 دول ازاي؟ هنقف في الشارع وكل اي حد يعدي هنقول له يلا خد املى الكوتشينير، ولا هنختارهم ازاي؟ في طرق، في طرق كتيره. في الاول دايما نقسم السامبلنج تكنيكس دي الى مجموعتين كبار كده، مجموعه بنسميها البروبابيلتي سامبلنج تكنيكس والنون بروبابيلتي سامبلنج تكنيكس. الفرق بين الاثنين ايه؟ البروبابيلتي سامبلنج تكنيكس اللي هي بتقول ايه؟ بتقول ان كل اوبزرفيشن في البوبليشن ليها ذا سيم اوبورتيونيتي او ذا سيم بروبابيلتي تو بي سيلكتد في السامبل. تمام؟ يعني افرض انا دلوقتي بتكلم على طلبة كلية الدراسات العليا، احنا عندنا دلوقتي 2800 طالب تقريبا مسجلين عندنا في الام بي اي وفي الدي بي اي، يبقى ده البوبليشن بتاع الكلية 2800 طالب. خلاص، لو انا عايز اختار من ال 2800 دول 100 واحد راندوملي بطريقه راندوم، فلو انت هتطبق البروبابيلتي سامبلنج يبقى لازم كل واحد في ال 2800 طالب دول له the same probability أو the same opportunity to be selected في الايه؟ في السامبل. طيب probability بتاعت الواحد هتساوي كام؟ واحد على n بالظبط، واحد على n، يعني probability انك انت تبقى من ضمن السامبل 1 على 2800، وكلنا are equally likely. طب ازاي هتحقق الكلام ده؟ ما انا لو انا جيت مثلا على يوم النهارده عشان اخد منكم السامبل، ما مش كل الطلبه بتيجي النهارده، مظبوط؟ لو انا جيت في الويكند ما في طلب شغل ويك دايز، طب الحل ايه؟ الحل هنا في البروبابيلتي سامبلنج لازم عندي حاجه اسمها سامبلنج فريم. ايه بقى السامبلنج فريم؟ السامبلنج فريم ده يعني لسته فيها اسامي كل الطلب، لازم عندي لسته سواء بقى الكترونيك على ورق مش مشكله، المهم في لسته كده فيها اسامي الطلبه كلها، ماشي كده؟ والطلبه دي هنديها ارقام من 1 ل 1800، ماشي كده؟ طيب ونكتب الارقام دي في حته ورقه صغيره ونجيب بتاعه كبيره كده نحطهم فيها، ونجيب عيل صغير ايه يختار ال 100 يختار ال 100 راندوم. يبقى هنا كل ورقه ليها ذا سيم اوبورتيونيتي ولا لا؟ ليها ذا سيم. ليه؟ لان الورقه مكرره كم مره؟ مره واحده،
يعني الورقه موجوده في العلبه دي او في الصندوق ده مره واحده، والعيال الصغير ده مش بايظ مش هيختار المية اللي انت ايه قلت له عليه. خلاص يبقى كده دي probability sampling. او ممكن ان احنا لو بطريقه الكترونيك تمام، في حاجه اسمها الراندوم نمبرز، ممكن من خلالها اقدر اختار الايه الراندوم سامبلنج. دايما البروبابيلتي سامبلنج يا جماعه في الحاجات السيرفي الكبيره بتبقى فيري ديفيكولت، صعب انك انت ايه تستنى. وبالتالي ليه كده؟ لان ما عندكش حاجه اسمها سامبلنج فريم، ما عندكش الليسته دي، يعني ما عندكش الايه الليسته دي. يعني مثلا معايا طالبه شغاله بتشوف تاثير الانوفيشنز على البنوك في مصر، طبعا البنوك في مصر. طيب فهي كانت جايبه ان السامبل بتاعتها راندوم ومش راندوم وكلام من ده. طيب اخترتيهم ازاي؟ قالت هي تعرف شويه مديرين في البنوك، هي شغاله في بنك، هي مدير البنك من البنوك يعني، فليها اصحابها كتير مديرين، فعطت كل واحد شويه يوزع اللي يعرفه، مش كده؟ طب اللي انا ما اعرفوش ده ما عملوش نفس الاوبورتيونيتي بي سيلكتد في الايه؟ في السامبل. يبقى السامبل بتاعتك دي از نوت راندوم. تمام؟ طب هي عشان تبقى راندوم المفروض كانت تجيب ايه؟ هي بتوزع على الموظفين بتوع او الكاستمرز بتوع البنوك. خلاص كده؟ يبقى هي لازم عشان تبقى راندوم بالاول لازم يبقى عندها لسته فيها اسامي كل العملاء بتوع البنوك كلها. وتختار من اللسته دي بطريقه يا اما بقى على الكمبيوتر بحاجه اسمها الراندوم نمبر ممكن تساعدنا في الاختيار. وفي حاجه اسمها التيبلز بتاعت الراندوم نمبرز دي برضه موجوده، يعني لازم يتم الاختيار كده. لكن لو انت اخترت بقى عطيت ده عشان يوزع لمعارفك او وقفت في مول مثلا وبتشوف الناس، يبقى دي مش فيهاش راندوم، دي بنسميها دايما كونفينينت سامبل، اللي هي العينه المناسبه اللي انت تقدر توصل لها حسب الافيلابيلتي. بقى دي كلها نون راندوم سامبلز. خلاص؟ طب الراندوم سامبلنج بقى دي احنا قلنا السامبلنج عامه تو تكنيكس، النون بروبابيلتي سامبلز والبروبابيلتي سامبل. البروبابيلتي اللي هي بتشترط ان لازم كل الاوبزرفيشنز ار ايكوالي لايك، يعني ليهم ذا سيم اوبورتونيتي تو بي سيلكتد في السامبل. ودي صعب ان هي تتعمل في الحاجات اللي هي فيها سيرفي والكلام ده كله. خلاص؟ انواعها بقى ايه دي؟ في عندنا بقى كتير، في حاجه اسمها سامبل راندوم سامبل، في حاجه اسمها ستراتيفايد راندوم سامبل، حاجه اسمها كلاستر راندوم سامبل، انواع ما تعدش. طبعا هو مش موضوعنا بس ايه بنديكم بس ايه فكره عنه. الكلام ده مش مكتوب في الورق يعني. فما اجي الايه سامبل راندوم سامبل؟ السامبل راندوم سامبل لو انا عايز اختار من ال 1800 اتفقنا هنجيب الورقه الصغيره دي اللي فيها ال 2800 وانا اختار منهم 100 راندوم، دي اسمها سامبل راندوم سامبل. خلاص؟ طيب امال ايه بقى الاستراتيفايد دي؟ الاستراتيفايد راندوم سامبل انك انت الاول هتبدا تقسم البوبيليشن بتاعك الى جروبس بنسميها ستراتي. ايه مثلا الجروبس؟ ممكن نقسمها على اساس الترم. هنقسم الطلبه، احنا الماجستير عندنا اربع ترمات. تمام؟ ترم اول، ترم ثاني، ترم ثالث، ترم رابع. يبقى دول كام ستراتا؟ اربع ستراتا. خلاص؟ وبعدين كل ستراتا من دي بجيب نسبتها من البوبيليشن قد ايه؟ لقينا عدد الطلبه اللي في ترم اول 1000 يبقى نسبتهم 1000 على 2800 يديك نسبتها. الطلبه اللي في ترم ثاني مثلا 800 يبقى 800 على العدد دي نسبتها. وبعد كده من كل ستراتم بقى من دول ابدا اختار منها سامبل راندوم سامبل. تمام؟ ال 800 اللي في ترم ثاني دول اجيب اساميهم في ورقه ولا ارقامهم في ورقه ونختار منهم ايه؟ حسب نسبتهم من البوبيليشن قد ايه؟ دي اسمها ستراتيفايد راندوم سامبل. دي عادة بتبقى امور ريبريزنتيف عن الايه؟ عن السامبل راندوم سامبل اللي انت اخترت من البوبيليشن كله على بعض. ان ممكن بالصدفه يطلعوا كلهم من ترم اول وثاني وما جتش جنب ثالث ورابع. لكن لو انت عملت الاستراتيفيكيشن ده بقى يبقى انت في الاخر ضامن ان في ناس من ترم اول ومن ثاني ومن ثالث ومن رابع. المهم لازم تاخد معيار تقسم البوبيليشن على اساسه. هل المعيار ده الترم؟ ممكن المعيار على اساسه على اساس الجندر؟ ممكن المعيار على اساس الباك جراوند بتاع الطلبه، تجاره، هندسه، حقوق، الكلام ده كله. يعني لازم انت تاخد تحدد المعيار اللي انت على اساسه هتقسم الايه الاستراتا بتاعت البوبيليشن. وساعات دي بتتم على اكتر 1 ستيج 2 ستيجز والكلام ده كله. تمام؟ يعني ممكن بقى عشان قسمت الطلبه الاول ترم اول وثاني وثالث ورابع، طيب تعالى جوه ترم اول هنقسمهم ميل وفيميلز. تمام؟ وبعدين يبقى كده بقت ايه؟ بقت تو ستيج بقى. ولازم تاخد من الاستراتا الاولى من الميل ومن الفيميل حسب نسبتهم، من الثانيه من الميل والفيميل،
ممكن جوه المينور في ميل تقسمهم تقسيمه تاني تبقى دي بقى الايه الثيرد ستيج اند سو فممكن تبقى وان ستيج او تو ستيج او الكلام ده كله. كانك مثلا لو انت عايز تختار عينه من مصر بيستهلكوا سلع معينه هنقسم مصر لمحافظات وتاخد من كل محافظه سامبل راندوم سامبل يبقى دي اسمها ايه وان ستيج او وان فيز استراتيفايد راندوم سامبل. لو انت جيت مقسم المحافظات الى مدن بقت تو ستيج قسمنا المدن الى قرى بقت 3 ستيج اند سو اون لغايه ما تقسمها بقى شوارع شوف بقى توصل ايه دي بنسميها استراتيفايد. الاستراتيفايد هي دايما المور ريبريزنتيف للبوبليشن لكن محتاجه وقت ومجهود شويه انك انت تجمع الكلام. طيب لو انا مش قادر بقى اعمل الاستراتيفايد في نوع اقل منها جوده شويه بنسميها الكلاستر راندوم سامبل. ايه فكره الكلاستر راندوم سامبل؟ هي نفس فكره الاستراتيفايد بالظبط هي ان انا هقسم البوبليشن لجروبس بس المره دي بدل ما كلاستر تمام؟ الحاجات دي في شابتر مش موجوده خالص. حاجات اللي بقولها لكم دي مش موجوده خالص اوكي؟ فدلوقتي ايه؟ دي ماده ثانيه بدرسها اوكي؟ فبقول دلوقتي ايه بقى الكلاستر راندوم سامبل؟ هي نفس فكره الاستراتيفايد البوبليشن بتاعي هقسمه لجروبس بس المره دي الجروبس مش هسميها استرات هسميها كلاستر ماشي؟ يعني كاني مثلا قمت بقسم الطلبه لترم اول وثاني وثالث ورابع بس ايه ترم اول ده اسمه كلاستر ثاني ده كلاستر الثاني ده اسمه ايه؟ ستراتم تمام؟ فرق مسميات. طيب وبعدين؟ بنيجي بقى من الكلاسترز الاربعه دول هختار منهم عدد من الكلاسترز راندوملي. هو كلاستر في القاموس هتلاقي عنقود العنب عنقود العنب اسمه كلاستر حزمه او مجموعه جروب يعني تمام زي استراتا ما استراتا معناها مجموعه فاستراتا او كلاستر الاثنين معناهم جروبس تمام بس هنا سميناها كلاستر هنا سميناها استراتا. تيجي انت بقى احنا في الاستراتيفايد كنا من كل جروب بناخد سامبل تمام لكن بالنسبه للكلاسترز لا انت الاول هتختار كلاسترز تريبريزنت للكلاسترز كلها ماشي ممكن انا اخد طلب الترم اول وثالث عشان يمثلوا البوبليشن كله يبقى في الاخر السامبل تتاخد منين من الترم اول وثالث والكلاسترز برضه هتتاخد راندوم بعد كده سامبل راندوم سامبل بقى من كل ايه من كل كلاستر يعني مثلا هديك مثال احسن دلوقتي لو انا بجمع الداتا من مصر كلها تمام لو انت استخدمت الاستراتيفايد راندوم سامبل افرض انا بعمل دراسه عايز اقيس فيها متوسط عمر المدخن في مصر دي الدراسه بتاعتي يعني الهدف من الدراسه ان انا عايز اقيس متوسط عمر المدخن في مصر. فانت لو هتستخدم الاستراتيفايد راندوم سامبل هتعمل ايه؟ هتقسم مصر لمحافظات. اسكندريه، القاهره وانت طالع كده لايه؟ كل المحافظات. وبعد كده من كل محافظه هختار سامبل راندوم سامبل اللي دي اسمها ايه؟ استراتيفايد. كان فيز واحده بس. ستيج واحده. ما دخلتش بقى جوه مدن وايه والكلام ده كله. طب لو نفس المثال بس عايز اختار كلاستر راندوم سامبل الاول هقسم مصر كلها لمحافظات بس المره دي المحافظه اسمها ايه كلاستر مش استرات بعد كده من الكلاستر دي كلها هختار عدد من الكلاسترز تو ريبريزنت مصر بس هنختار اسكندريه والقاهره نختار الدقهليه عشان تمثل الدلتا نختار اسيوط عشان تمثل الصعيد ونختار مش عارف ايه عشان يمثل مدن القناه يبقى انت كده خدت من كل مجموعه محافظه تمثله خلاص كده بعد كده من الكلاسترز بقى دي اللي انت اخترتها هتختار منها ايه؟ سامبل راندوم سامبل فدي اسمها كلاستر راندوم سامبل فهمنا كده الكلام ده؟ هو اختياري للكلاسترز دي بيبقى راندوملي ولا اختيار مبني على زي حضرتك الحاجتين بقى لو انا عندي لوجيك معين زي تقسيمه المحافظات نقسمها كده احسن لو مفيش لوجيك ممكن يبقى راندوملي يعني هم هو ليه انا قسمتهم خدت اسيوط عشان بس ايه؟ عشان ثقافه وجه بحري غير وجه قبلي غير القاهره غير اسكندريه غير مدن القناه. لكن افرض المحافظات كلها متجانسه. يبقى انت في هذه الحاله اما تيجي تختار الكلاسترز اختار راندوملي خمسه سته محافظات هنختارهم راندوملي. طب هنعمل ايه؟ هنكتب اسامي المحافظات دي في حته ورقه ونختار منها الخمسه سته اللي احنا عايزينها. خلاص؟ خلاص فاضل دقيقتين بس وهقعد كده. فهمنا كده البروبابيلتي النون بروبابيلتي بقى ده اللي كلها مبنيه على الجادجمنت والافيلابيلتي انت هتختار السامبل اللي تعرف انا بعمل دراسه هوزع عليكم انتوا عشان اعرفكم هتخافوا مني عشان الدرجات فهتبقوا كوتشينيه فدي بنسميها كونفينينت سامبل او الافيلابل سامبل
حسب الافيلابيلتي دي للبت. طب ايه الفرق بقى الاثنين؟ هو ميزه الراندوم سامبل يا جماعه انك انت جنراليزيشن بتاعك من السامبل على البوبليشن بيبقى مور اكيرت انك انت تعمل جنراليزيشن في حاله النون بروبابيلتي سامبلز. وفي بعض الناس بتقول لك النون بروبابيلتي سامبلز ما تقدرش تعمل عليها اي جنراليزيشن نهائي خلاص. وبعض الناس بيقول لك تقدر تعمل لكن الاكيورسي بتاعته اقل من الاكيورسي اللي بيزد على البروبابيلتي سامبلز. كده انا خلصت شابتر 1 تمام. هناخد بريك